48% كإيرادات السياحة. فمتوقعين دول كتير ابتدت تفتح تاني السياحة لمصر، متوقعين دي هتعوضنا إلى جانب الاستثمارات اللي احنا متوقعينها الفترة اللي جاية. فإن شاء الله الدنيا في استقرار ما فيش شك، فمتوقعين إن العجلة هتمشي يعني. ما قاله هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري. دكتورة سلوى، نقول هل يعني مصر قدرت أن تسدد ولا ده وقت السداد؟ وطبيعة هذه الوديعة، ولو نقول تاريخها كده خلفيتها شوية من السنة اللي فاتت. لا هي الوديعة هي سندات وديعة كده؟ لا وديعة 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 مودعة في البنك المركزي، والعميل هو الحكومة القطرية، البنك المركزي القطري يعني جهة رسمية قطرية يعني. ووديعة لها عائد، بتاخد عائد يعني، ليست منحة ولا هبة ولا لله. والوديعة لها أجل. محافظ البنك المركزي الحقيقة قبل هذا الحديث يعني في شهر سبتمبر قال انه في اللي هم ال 500 مليون دولار ومصر هترجعهم في اكتوبر، وبقيه الوديعه تستحق في نوفمبر، واذا لم تجدد فاحنا على استعداد ان احنا نردها. فخلينا نتكلم عن وديعه بفوائد وليها اجل. هو قال اذا لم تجدد في حديث سابق، إذا لم دلوقتي الكلام إذا لم شوي. تجدد ما كانش لسه واضح في يعني السياسة. صاحب الوديعة هيطلب تجديدها ولا هيطلبها. الملابسات حاليا بتقول يبدو انه كان يعني هيطلبها. فكان في مبادرة من محافظ البنك المركزي قال ان هي تستحق في نوفمبر، واحنا لو صاحب الوديعة لم يرد التجديد فاحنا ما عندناش مشكلة في ان احنا نردها. انا عايز اقول بقى حاجة. اتفضل. كان في حرص من مصر من يناير 2011 يعني مع بدء ظروف الثورة وبدء عدم الاستقرار السياسي، انه استحقاقات او الاقساط اللي على مصر في اطار نادي باريس والتزاماتها الدولية تسدد في موعدها دون يعني ادنى تأخير، ايا مكان حجم التقلبات السياسيه، ايا مكان الظروف الصعبه، ايا مكان حاله ميزان المدفوعات ووضع النقد الاجنبي في مصر. فعلى مدى كل هذه السنوات قبل الوديعة يعني احنا قبل الوديعة لدينا قرار بان احنا نسدد ديوننا في مواعيدها. التزامات مصر الدوليه بتسددها في مواعيدها في يناير وفي يوليو، وده قائم ولم تتخلف عنه مره واحده. وكان في حرص شديد من ده انه ان الرساله اللي توصل للعالم، مصر ليست دولة مفلسة بمعنى غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، مصر تفي بالتزاماتها أيا مكان الصعوبات أو التضحيات اللي بتتكبدها عشان تفي بالتزاماتك. فإحنا بالتأكيد النهاردة وضعنا أفضل مما كان من سنتين ثلاثة. في يوم من الأيام الاحتياطي نزل ل 13 مليار في يوم من الأيام نزل ل 13 مليار وما كانش فيه يعني تفاؤل كبير بأنه أوضاع بتستقر أو أنه حالة أمن بتبقى أفضل أو أنه السياحة ممكن تعود أو أن الإنتاج عجلة الإنتاج ترجع تدور فتستغنى عن جزء من واردات، يعني كل دي ما كانتش آفاق مطروحة. ومصر لم تتخلف عن السداد.